cette rencontre, dans ce tout début de rencontre, le tir du pied droit de Mustapha, que dévie parfaitement entre premier poteau solidaire et puis surgissant, Mustapha qui ouvre la marque de très près, c'est 1-0 pour Servette. Mustapha Yerkhcha. اسم رياضي أبرز فترة السبعينات إلى جانب الفريق الوطني في الألعاب الأولمبية وتصفيات كأس إفريقيا، بالإضافة لتجربة الاحتراف اللي خاضها خارج المغرب كأول مغربي خاض ملاعب سويسرا. تزاد بتاريخ 7 نوفمبر 1952 بضواحي أزمور وانتقل للعيش بمدينة الدار البيضاء، تحديداً بدرب السلطان اللي قضى فيها طفولته ومارس في أحيائها كرة القدم كهواية أولية، كيف ما كيتذكر قريبه عبد المنعم. وكما جميع اللاعبين يعني لعبوا في الأحياء ودرب السلطان، يعني كانوا الأزقة ديالو صغيرة وهذا الشيء، وكانوا الديور قراب، ومن بين الأزقة كانت زنقة 32، يعني هي فين عاش وفين كبر مصطفى يغشا. اللي شجعني في الأول هو الدرب، كنا الإخوان ساليو لي دوفور ديالنا وكنخرجوا نلعبوا الكرة، هذا هو اللي، لأن ما كاين حتى حاجة أخرى، ولا كانت كرة قدم ما نقدرش نلعب التنس ولا الهوكي ولا الجولف، لأن ما كانش لي مويان. أنا كنلقاو الكرة كرة ديال الكاغط، كرة ديال لاستيك، كرة فين ما كان التنيسة كنلعبوا بها، ومن ثم تعلمنا لعب كرة القدم وحب ديال كرة القدم، لأن تنقول لك أن ما عندناش هواية أخرى إلا لعب كرة القدم حدا قرب السينما الملك. مصطفى يغشا عاش في وسط أسري بسيط، وأب كان همه الوحيد هو أن ابنه مصطفى يبتعد عن كرة القدم ويتابع دراسته. كتعرف الانسان في ذاك الوقت يعني كان الخوف على المستقبل ديال، لا سيما ان الانسان كانوا كيعيشوا ظروف يعني طبقه فقيره في ذاك الوقت، كان تخوف من المستقبل، ولكن مصطفى يغشا في هذه الفتره هذه تخطى هذا الحاجز باشياء، يعني كان كيزاول كره القدم كما كنقولوا بتخفي، يعني ما كيكونش في علم ديال الوالدين ديالو، وكان كيمشي كيلعب مع الاصدقاء ديالو. بالرغم من ذلك بقى مصطفى متشبت بهوايته أي كرة القدم، واستطاع أنه يوفق بين دراسته وبين ممارسة كرة القدم اللي بدأت كتكبر بداخله، وصبحت بالتالي نشاط مهم في حياته ما كيفرقوش حتى وهو في طريقه للمدرسة. هذاك السير ديالو يعني بالمدرسة أو الإعدادية اللي كانت كيمارس كان كيزاول فيها المرحله الاعداديه، فهو من حسن الصدف لانه كان ما كانش كياخذ يعني مواصلات كانت قليله، وهذا من الشيء اللي عطاه يعني الفرصه انه مره كيمشي لواحد الشركه كان فيها واحد الملعب، وهذيك الشركه كانت مختصه في واحد الجلود، هذا كان عندهم واحد الفريق وكان كيمشي كيحضر معاهم، يعني كيكون دايز من تما وكيشوف كيدخل، يعني كان عشق الكره كان بواحد الشكل يعني لا يتصور، يعني بحال هو اكتشف نفسه عنده امكانيات. الشركه مدات يد المساعده لمصطفى يغشا، وصبحات عنده فرصه مكناته من ولوج الملعب عوض الاحياء، وعلى الرغم من صغر سنه استطاع يندمج في صفوف الكبار. هذه المحطه اذن كانت بدايه المشوار الرياضي، واصبح على اساسها كيكتف تداربه بشكل يومي، بغض النظر على التدريب اللي كتخصص ليه مثلا مع المجموعه، وهذا كان كيقوم بتدريب يعني بوحده، كيمشي للبحر، كيمشي للغابه، كيمشي يعني كيجيب برامج كيتصلوا به الناس كيمشي، وهذا وكان يعني من بعض الاحيان انا عشت مع فتره اللي كنت يعني دوك النجوم يعني شفتهم عن كتاب، يعني كانوا كيزوروه مثلا كتكون مقابله، ولا كيكونوا جايين للدار البيضاء، ولا كيسالوا مقابله مثلا جديده او الرجاء، كتلقاه في علاقه مع اللاعبين ديال الرجاء، ولا علاقه مع اللاعبين ديال الوداد، ولا مع ديال الراسينغ البيضاوي الحالي اللي هو كان في ذاك الوقت كيتسمى الراك او الديوانه واحد الوقت. هما اللي تيقول لك واش تقدر تمشي تسيني في الوداد ولا في الرجاء، وكنا كنمشيو بالبسكليطات وكنشوفو دوك في لافياسون، لان كانت المسافه بعيده ما بين درب السلطان ولافياسون، كنا كنكريو بالبسكليطات وكنمشيو نلعبو في كما قلت الرجاء ولا الوداد ولا الراك، هما اللي كانوا ديك الساعه كبار، واللي كان كيدونا هو الاخوان اللي كانوا ديجا كان كيمارسوا كرة القدم وكانوا مسينين في هذه الفروق،
كنا كنمشي معاهم هما اللي واجهونا باش نمشيو نلعبوا في الوداد ولا في الرجاء، ما نقدروش نمشيو نلعبوا في الطاس ولا انا لك بعيد علينا، واللي كانوا مشهورين من قبل هو الوداد ولا الرجاء والراك والحياة. وبالفعل بدا مصطفى يخشى كيتدرج عبر الفرق الوطنية، والبداية كانت سنة 1962 مع الرجاء البيضاوي اللي قضى فيها 6 أشهر، وانتقل بعدها الفريق الوداد البيضاوي. الأسباب غادي يحكيها لنا مصطفى. بعد خلص مراك وأنا صغير مشيت سالي الدراسة ديالي 3 زماني ومشيت للسوماطام سوسيتي ماروكان دو تانغي ديال الجلد، لعبت مع مقابلة في الكوربوراتيف دوزيام ديفيزيون الكوربوراتيف، ومن بعد كان واحد الإنسان الشاب دي زاربيت هنا جديدي كان في مدينة الدار البيضاء، هو اللي قال وجه واحد النداء للفريق ديال الدفاع الحسن جديدي، وكان هو كما قلت لك جديدي، قال لي يزيد أنا ذاك كان بريزيدون ديال الدفاع الحسني الجديدي، قال لي مرة واحد اللعاب باقي صغير مصطفى يخشى واش نقدروا يجيبوا جربوا. فمشى شافو عجبو عيط ليه ديك الساعة جال جديدة يعني تدرب معهم، أظن المدرب ما عقلش على المدرب اللي كان ديك الساعة، تدرب معهم عجبهم دخل في وسط المجموعة انسجم مع المجموعة وهذيك هي الانطلاقة. مشيت معهم جديدة والغد كانت عند واحد تورنوا مقابلة حبية ضد النهضة السطاتية، وكان فيها أنا ذاك كان فيها العلوي والغيادي وكانوا دوك إخوان اللي لعبوا قبل مني في بريمير ديفيزيون. فذاك الوقت يعني كانوا عناصر متميزة وعناصر كبيرة، يعني الأسماء ديالها كتدل على المستوى ديالها، هو صغير السن يعني وكان الناس اللي اختاروا وكان له يعني الشرف بأنه يمشي للفريق الدفاع الجديد، وبحكم أن المدينة الجديدة وحكم الأصل ديالو فكان واحد الارتباط يعني من عند الله كيكون هذاك الارتباط، يعني الحكم الدام حكم بزاف ديال العلاقات، حكم تواجد بعض الافراد العائله اللي كانوا موجودين في الجديده او النواحي، لان المنطقه اللي كينتمي لها هي منطقه الدكاله، وهذا كان يعني باستمرار كان داك لو تراجي كيمشي يشوف هذه العائله وهذا، وبحكم ان العلاقه كتبقى بحال هكا كان العشق ديالو المدينه الجديده الامكانيات ديالو خلاته يعني يوقع معهم، يعني وقع في هذاك الوقت مع الدفاع الحسني الجديدي. في الدفاع الجديدي في هذاك الوقت اللي غادي نتكلم على اللاعبين اللي كانوا راه اسماء يعني كبيره بزاف على الصعيد الوطني، وكان لها صيت يعني كبير في هذا بمصطفى يخشى الفتره هذه، يعني كان مع الفريق ولكن ما كانش بشكل رسمي، كان يعني كان كيلعب مباريات، حتى الموقع ديالو ما كانش الموقع اللي من بعد يعني غادي يحتلو، من بعد كان كيلعب كجناح ايمن، ولكن رغم انه قله الخبره ديالو في هذا المركز هذا فهو برز فيه بواحد الشكل، غير ان كان يعني المردود ديالو ما كانش بالشكل اللي تطور انه في وسط الميدان. مصطفى كسب الرسمية ديالو مع الدفاع الحسني الجديدي، وبرز أكثر لما تغير مكانه وصبح كيلعب في وسط الميدان كمنسق بين الدفاع والهجوم بفضل المدرب الأجنبي بولو روز. اللاعب عبد الكريم عاش هالتجربة إلى جانب مصطفى. مجيء ديال المدرب المجاري بولو روز اللي هو اللي اكتشفه في الحقيقة ووظفوا احسن توظيف، من تما كسب الرسميه ديالو وبدا كيلعب في وسط الميدان. غير ليه المكان لان المدرب مجا خدا الفريق، عطاو الاسماء اللاعبين، كانوا لاعبين يعني الذكر ديالهم كان شيشا، كان اسبانيا، كان معروفي، كان وزير، كان دزاز، كان شريف، يعني واحد المجموعه ديال اللاعبين، وكان يعني وكان انا ما كنقولش كل شيء ولكن كنستسمح للناس اللي ما ذكرتش الاسماء ديالهم لان لائحه طويله، من بينهم مصطفى يخشى يعني تغير المركز ديالو اللي كان كيلعب، تحط في مركز ديال وسط الميدان، كان هو الموزع، بحيث كان ديك الساعه حتى الدراري كانوا تيساعدوه بحال شيشا بحال كريمو بحال وزير، كانوا تيسهلوا لهم اموريه وكان تيعطيهم يعني دوك لي باس، يعني كي تنقولوا بروفوندور، ملي تيعطيه الباس تيمشي تيماركي، كان اللعاب يعني ممتاز،
وكان التدخلات ديالو مزيانه، وكان كان تيلعب وكان تيهضر، ديما كان تيقاد الدراري داك الهجوم، ها فين توقف، ها فين فين التيمارك انت، يعني كانوا تيسهلوا ليه التمر مهوريات. خمس سنوات اللي قضاها يغشى داخل الدفاع الحسني الجديدي، بالرغم من انه ما حققش فيها القاب الا انها كانت حافله بالمواقف اللي بقات راسخه وسط الميدان وفي ذاكره المغاربه. فالكل طبعا كيتذكر نهائي كاس العرش لسنه 1971، الحدث الرياضي اللي جمع بين الدفاع والمغرب الفاسي، واللي برع فيها مصطفى يغشى بغض النظر عن الهزيمه. تأهلنا جوج خطرات للدومي فينال ديال كأس العرش ضد أولا فريق المغرب الفاسي في الدومي فينال، ولعبنا في ستاد دونور، وكانت النتيجة أنا كنعقل عليها أننا تسجلت هدرنا عليها قبيلة، كانت واحد كنا 4-3 خاسرين، وبقات شي 30 سكوند والناس كانوا مع 30 سبيكتاتور في 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 ستاد دونور، ومشاو فحالهم غادي الناس فحالهم، حتى سجلت واحد الاصابه كانت رائعه للهزاز. ومعروف يعني حميد الهزاز كان حارس يعني متميز، و يعني حارس في المستوى الكبير، لان فاس معروفه بانها كتولد يعني من قديم كانت الحراس. فكانت المقابله يعني كانت انتهت ب 4-4، وكانت يعني فواحد الوقت كانوا الدفاع الحسني الجديدين منهزمين ب 4-3، وكان يعني الناس يعني المباراة يمكن الوحدة ونص ولا هذا ديال الليل، والناس يعني استمروا، وكانت مباراة شيقة، حيث أنه الجمهور ديال مركب محمد الخامس أنذاك ستاد دونور كانوا خرجوا، الناس خرجوا من الملعب، يعني أنه كانوا كيظنوا بأن المقابلة سالات، وفائده بمصطفى يفاجئهم ويسجل واحد الاصابه هائله بواحد ضربه مقص تاريخيه، على اساس ان حتى التلفزيون يعني والاخبار وهذا كيعلموا بان فريق هذا التاهل ديال فريق المغرب الفاسي هذا كتجي يعني نقول لك اقل من دقيقه، واحد 30 ثانيه او 25 ثانيه كتجي واحد الكره يعني في وسط الميدان بواحد يعني بواحد الحركه يعني بقى الان راسخه ليا في الذهن ديالي، بواحد الحركه يعني فنيه، كتجي كره يعني واحد التمريره كيدير واحد كونترول يعني كتثبيت على الصدر، كيحطها بواحد يعني واحد الرجل اليسرى بواحد كما كنقول واحد القذيفه، ما نقولش قذفه ولكن قذيفه، واحد بعد ديال 30 او 35 الا ما خفش نزيد شويه الامطار، وكيجيبها في الشباك ديال الحارس الهزاز. الفترة اللي قضاها مصطفى مع الدفاع الحسني كانت محطة مهمة في حياته الرياضية ونقطة انطلاق خولات له ينضم لتشكيلة فريق الأمل للمنتخب الوطني. استدعيت أولا وقبل كل شيء باش نلعب مع فريق ديال الأمل، هو اللي كيقول لك ديال الفريق البوليس، وبينت فيه اش المستوى داكشي، غير جينا من تونس مع الكولونيل بالمجدوب الله يرحمه وعبد الله ستاتي وكليزو، قال لك مصطفى يغشى والشريف غادي تسيليكسيوني للفريق الوطني المغربي. كان الكولونيل بالمجدوب كان ديما هو تيرافق الفريق العسكري، وكان هو النخيب، وكان مع الفريق العسكري، وكان ديما هو تيجول تيدور الملاعب كلهما، ومن تم تيستي اللعابه، تيبان ليه اللعاب تيستي اللعاب. كان ربما بالمجدوب كان شافو مع الفريق ديال كان لعبه الجيش هي جديده، وكان شافو كان ديك الساعه شافو لعاب ممتاز، يعني عنده دي كاليتي مزيانه، تيطلع تيرجع، يعني عنده اليمنيه والعسريه بحال بحال، لي باس تيعطيهم مزيانين، تيريكوبيري مزيان، تي سميتو ديك الساعه نادى عليه الفريق الوطني. ولعبنا اول مقابله كما قلت لك ضد نيم، ودرنا 1-1 وما تسجلت فيها الاصابه، ومن تما مشى المسار ديالي انني 72 تعزلت باش نلعب مع السيليكسيون مغربين افتتاح ملعب 5 جويي بالجزائر، وكان فيها فراس، وكان فيها علال،
وكان فيها التويزي وكان فيها الفيلالي وكان فيها واحد من في تونس وكل شيء إخوان جزائريين. ولعبت هذاك افتتاح 5 جوية التورنوا ضد لا سي ميلان وتأهلنا وربحنا التورنوا. مصطفى يغشى أصبح عنده رصيد رياضي مهم، خاصة بعد مشاركته في مقابلات عديدة مع فريق الأمل، خولت ليه يتأهل لتصفيات كأس إفريقيا سنة 1972 مع الفريق الوطني. حدث مع الفريق الوطني المغربي اللي جوز أولمبيك اللي كانت كما قالها عبد الله السطاتي سي البيلغيناج ديال البيلغيناج ديال الأتلت. مشينا تأهلنا بآخر ماتش كنا لعبنا في مالي بربعة لواحد ربحنا ومشينا لجوز أولمبيك ديال 1972 بمينيخ. دزنا البرمير تور ولكن دوزيام تور كانوا فيه أقوى الفرق آنذاك بأوروبا، كانت ألمانيا وكانت روسيا وكانت البولونيا، لأن آنذاك ما كانش الاحتراف وكانوا أماتور وحنا كنا أماتور. كتشوف في ألمانيا وبولونيا وروسيا ضد الفريق الوطني آنذاك ما كانش عندنا أونا أوكين شانس. ما تأهلناش لا فينال، دخلنا في حنا وأنا كان عندي لما كنت في الديار ديال ألمانيا جوني بعد الفرق باش نروح لأوروبا، لكن هذاك كنا مشينا أكثر من 60 يوم وحنا خارجين على المغرب. بصراحة الإخوان اللي كيشوف هذا الروبورتاج أنا تيقول لك كثير، أنا ذاك خليت ذاك شي كله ديال لي كونتاكت. هي هذيك مشيت 73 تنعقل على 18 جوان 73 خديت الطائرة ورحت للديار السويسرية ولعبت مقابلة ضد شينوا، هاد شينوا اللي غادي نبقى معهم 6 سنين ضد شينوا، مع شينوا لعبت معهم مقابلة وقال لك تبقى معنا. أنا ذاك يعني في المغرب يعني بصراحة ما كانش البطولة معروفة بزاف، يعني البطولة السويسرية ما كانتش معروفة، ما كانش حتى واحد كي يعني لدرجة أن يعني في المغرب واحد الوقت هذيك العلامة ديالهم اللي كتدل على الاسم ديال 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 البلد كانت فيها بالفرنسية غادي نقولها واستسمح كان فيها سي اش، يعني ما كانتش معروفة بصراحة، يعني حتى واحد ما كيعرفها، كاين اللي بعض الأحيان كيعرفها كيصحابها الشينوا كيصحاب هذا، ولكن هي كان عندها الاسم ديالها كومينوتي هيلفيسيان اللي كتعني سويسرا. بالمسار ديالي في كلوب سبورتيف شينوا كانت أول مقابلة كنا تلعبها في جنيف ضد لوزان ودرنا 1-1